مبادرة من مركز شابات عجلون. اليوم احنا راح نكون ان شاء الله مع عائلة ابو علاء، ومعنا زميلتنا رئيسة جمعية الاصيل في قرية محنة. بدنا نشكرها على التعاون، انهم هم جهزوا لنا الموقع، وبدي اشكركم انتم صبايا على روح المبادرة وحبكم للعمل التطوعي، ونتمنى لكم ان شاء الله يوم يكون حافل بالعطاء. واكيد وانتم بتطلعوا على شجر الزيتون بعد ما انغسل بالمطر كثير سعداء اليوم. كمان أنا بدي أشكر أم علاء وأبو علاء اللي سمحوا لنا نيجي معهم ونشاركهم اليوم، وبدي أشكر معنا أولياء أمور راح يشاركونا، وهذا إشي كثير بسعدنا إنه نتشارك إحنا وأهالينا والجمعيات والمجتمع المحلي. وهذه بادرة إن شاء الله تكون كل سنة منكررها بكل المواسم، والله يعطيكم العافية. لكن الآن إن شاء الله بدنا نتقسم لأربع مجموعات على أساس إنه ننجز أكبر عدد ممكن، وإحنا نؤمن بالعمل الجماعي وبروح الفريق. ما بدنا ناس قاعدة وناس بتشتغل وأنا ما بعرف ألقط زيتون، كلياتنا بنات قرية وكثير منحب التعاون، ومنتذكر أهالينا زمان وجدودنا ما كان حدا يفرط لحاله، كانوا كل الجيران يفزعوا لبعضهم. وهذا هو الهدف من البرنامج اليوم، إنه نرجع للأرض ونرجع نحب بعضنا زي زمان. والله يعطيكم العافية، ونبلش بتقسيم الفريق. أنا اللي بقول أسمائهم بيطلعوا مع بعض. جينا اليوم لقطف الزيتون مساعدة بيت أبو علاء، وهو شعور كثير حلو إن مساعدة الآخرين. اليوم أجينا نشارك في قطف الزيتون، حسينا إنه نما عندنا عنصر حب المغامرة والمشاركة وحب التعاون. اليوم أجينا عشان فزعة للعائلية، فزعة عائلية عشان نساعد دار أبو علاء في قطف الزيتون. جينا حتى نساعد بيت أبو علاء في لقاط الزيتون، وهذا أدى إلى حب التعاون والخير وغرس القيم الإنسانية بين الناس. فزعنا لمنطقة إلى قرية محنة لدار أبو علاء علشان نساعدهم قطف الزيتون، وإن شاء الله نرجع مرة ثانية لأنه انبسطنا في هذا اليوم كثير. إحنا اليوم إجينا في مبادرة قطف الزيتون مع مركز شابات عجلون لنساعد بيت أبو علاء. اليوم أجينا على قرية محنة حتى نساعد دار أبو علاء بمبادرة فزعة أهل، ونتشكر كثير البنات اللي أجوا معنا عشان نساعد هاي العائلة، كم نتشكر عائلة على هاي الاستضافة الكريمة. شكرا. إحنا اليوم أجينا على قرية محنة لمساعدة دار أبو علاء بالتعاون معهم بقطف الزيتون. يوم رائع، يوم مميز، يوم مليء بالنشاط برفقة صبايا مركز شابات عجلون للعمل التطوعي بقطف الزيتون ومساعدة دار أبو علاء. كونها الآن عجلون فيها موسم فرط الزيتون، إحنا بنشكر الجميع وبنشكر كل اللي شاركنا، ويعطيكم العافية. نيجي نساعد دار أبو علاء بقطف الزيتون. إحنا اليوم إجينا مبادرة قطف الزيتون، قطف الزيتون مع مركز شابات عجلون. أنا ولية أمر أحدى المشاركات في مركز شابات عجلون، وأتيحت لي الفرصة اليوم صدقاً إنه أنا أتمتع بالأجواء الرائعة وأشارك ابنتي وبنات مركز شابات عجلون في هذا اليوم الجميل جداً، وفي مساعدة عائلة من أهل محنة لقطاف ثمار الزيتون، ونرجع
جيل أولادنا إلى جيلنا السابق في قطاف الزيتون والمعاناة اللي هم بيعانوها الأهل وأولياء الأمور. فاليوم كان صدقا جميل جدا، بحيث أني البنات حتى كلهم ما شفت حد ماسك تليفونه ولا مشغول بأي شيء، وهذا كان يوم رائع بمرافقة شابات مركز شابات عجلون في هذا اليوم الجميل الممتع اللي إحنا صدقا كان من الصباح، وحتى إن شاء الله نكمله لنهاية اليوم مع هذه العائلة. وشكرا جزيلا لكم. واحنا بنتشرف فيكم بوجودكم بجيتكم لعنا ومساعدتكم لنا، وبنشكر الشباب والشابات اللي ساعدونا في قطاف الزيتون. والله هي مشاركة حلوة وجميلة يعني، ونشكر الجميع ومساهماتهم حلوة، وساعدونا إن شاء الله بكل خير في قطاف الزيتون وفي لم الزيتون على الأرض.